يعني ايه بوتوكس، يعني ايه فيلر، وعالم تجميل كبير قوي كمان، الخيوط وحقن البلازما. النهارده معانا الدكتوره المميزه دكتوره رندا محمد العجيزي، اخصائيه الجلديه والليزر، ماجستير الجلديه والليزر جامعه القاهره. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. يبقى احنا بنسمع عن الفيلر وعن البوتوكس، ايه الفرق ما بينهم؟ هو البوتوكس عبارة عن بروتين بنحقنه في العضلات بجرعة معينة في أماكن معينة، العضلة تريح شوية فيبقى الخطوط التعبيرية اللي موجودة في الوش اللي بتظهر نتيجة التكشير أو الضحك أو كده تبقى أقل لما نحقن البوتوكس. إنما الفيلرز عبارة عن مواد مالئة بنحقنها في أماكن معينة علشان نرستور الكونتور بتاع الوش مثلا، أو نملى مكان معين، أو نضيع خط بعد ما خسينا. الفيلر مين اللي بيتحقن في نص الوش التحتاني في الخدود، في الماوث سمايل اللي هي الخطوط اللي جنب الفم، في الشفايف، في الدقن. هل في سن معين ما ينفعش ان انا احقن فيه ولا لكل سن؟ انا عندي مشكله مضايقاني او حاجه لازم نصلحها او لازم نتدخل فيها فاحنا بنعملها. أوكي. بس السن مش بيحددني، مش بيقيدني قوي يعني. لا مش بيقيدني قوي يعني. الخيوط يا دكتور؟ هو الخيوط انواع كتير قوي واطوال كتير قوي، وفي حاجات للنضاره بس، بيبقى في حاجات للفاين لاينز انا مش محتاجه اشد، في حاجات للشد، هو على حسب الكانديديت اللي قدامي واللي هي محتاجه ايه وهي الاكسبكتيشن ساعتها ايه. برضو هتكلم عن المدريتا، ايه علاجها وايه الجديد فيها؟ ممكن ليها كذا طريقه في العلاج، يعني ممكن نستخدم الفراكشنال ليزر، ممكن نستخدم حاجه اسمها درمارال. هو كل واحد طبعا الرياكشن بتاعه للليزر او الايفكت بتاع الليزر معايا مش كل حد زي التاني يعني، وكل واحد على حسب نوع الندبات اللي عنده، لان نوع الندبات بيفرق جدا، في حاجات بتعالج بسرعه، في حاجات بتاخد وقت شويه. انا بشكرك جدا على الفقره الهايله دي بجد، وخدت معلومات جديده جدا، واتمنى ان انت تكوني منورانا مره تانية.